عندي طلبات. احنا يمكن من قبل 20 سنة في المجلس، يعني أو يعني قصدي طلباتهم يمكن مو 20 سنة، يمكن أقل شوية، بس المهم يعني في ازدياد. اللي قاعد يصير إن في فئة من المجتمع يحاولون يحصلون على سكن ملائم بسبب توقف مشروع البيوت العائلة السقوط. فإحنا الحين نبغي يعني بالاتفاق مع الإخوان في المجالس البلدية الأخرى إن نوصل لحل وسط، يعني المبالغ المرصدة الميزانية المرصدة إلى بيوت ترميم البيوت، هل نقدر جزء منها نستخدمها للبيوت الآيلة للسقوط، بحيث إن إذا كانت المساحة تسمح بهدم البيت وإعادة بناءه من في نفس تقريبا المبلغ المخصص للبيوت الترميم، للميزانية المخصصة للترميم. على سبيل المثال الحين الترميم يكلف تقريبا 10,000 دينار، هذا معاداه بناء يمكن يكلف 12,000 الى 15,000. فمن ضمن الاشياء اللي انا احس انا يعني نقدر احنا نتقدم فيها كمجموعه مجالس بلديه، ان نقنع المسؤولين ان المبالغ اللي تخصص للميزانيه للترميم فقط تشمل بيوت اهل السقوط، بحيث ان المساحه صغيره في نفس الوقت الميزانيه ما تزيد عن 15,000. احنا ما عندنا ازمه ميزانيه، عندنا سوء إدارة لهذه الموازنات، عندنا سوء إدارة لصندوق الموارد البلدية المشتركة، عندنا تهميش للمجالس البلدية في الاطلاع على آلية توزيع ميزانية الصندوق، بينما القانون يحتم على الجهة المختصة وهي الوزارة، وزارة الشؤون البلديات، التنسيق مع المجالس في آلية توزيع هذه ميزانية الصندوق، صندوق الموارد البلدية المشتركة، خاصة الميزانية اللي تخصص للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة اللي تقوم على بناء إنشاء مشاريع استراتيجية على مستوى البحرين. مثلا نقلنا حديقة المحرق الكبرى، هاي الإدارة تنشئ من 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 أي فأنا صراحة ما أقدر أقول محبط، لأن أنا مو بطبيعتي محبط، أنا دائما متفائل، ولكن أطالب حقيقة يمكن من خلال صحيفاتكم إعادة النظر في مدى اهتمام الجهات المختصة في العمل البلدي اليوم في البحرين، إعادة النظر في موضوع البيوت اللي هي عائلة للسقوط. لا ننسى فضل جلالة الملك الله يحفظه من 2002 عطاء اهتمام كبير حق المشروع ونجح على أرض الواقع. احنا خلنا قبل نروح، رحنا نحن مجالس رؤساء مجالس، احنا ناس من المواطنين وشفناه والتمسنا هذا النجاح المشروع عند المواطنين كلهم، إن كانوا أهلنا ولا جيراننا ولا جماعتنا ولا أخواننا ولا أي مواطن في النهاية. فالله سمح تخيل من وقف المشروع من 2011 ولا 2012 تقريبا، تخيل من 2002 إلى 2011 كان مشروع ناجح وكان الناس تتأمل وكانت الناس يعني قاعدة تعيش قاعدة تقول، وفوق ذي كله يحافظ على الاستقرار لا والمحافظة على ان الناس تكون في مناطقها ما تطلع تركيبية السكانية، هي على ذي الفكرة انشئت فكرة عائلة للسقوط عشان الناس تحافظ على الارث القديم، ارث المكان اللي عايشين فيه ولليومنا هذه. فتخيل الله يسلمك من ذاك العام لذي العام زالت اعداد كثيرة، جاتنا طلبات كثيرة وناس ما تبي تطلع، يعني على تغيير التصانيف، اذا نرجع حق التصنيف، الا ان بعض المناطق تغيرت التصانيف يمكن بتصير حولها عمارات حولها مجمعات تجاريه، يقول لك انا بنفس المكان ما اطلع. فنرجو يعني اخذ الموضوع بعين الاعتبار، وفعلا احنا قادرين والحكومه ان شاء الله مو مقصره مثل ما كان في ظروف سابقه يرد اعادته، لان فعلا في ناس ترى بحاجه حق دي المشروع. حقيقه هناك تجاوب جدا متميز ما بين نحن كمجلس بلدي المحرق وما بين يعني الإدارة العليا في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط الحمراني، ولكن احنا اليوم نتكلم عن مؤسسات دولة القانون والمؤسسات. احنا نحتاج التعامل بشكل أفضل من الوضع الحالي على مستوى المؤسسة، يعني مثل ما تفضل بأحمد اليوم صحيح بأن جميع اقتراحات ومشاريع وأفكار اللي ترفعها المجالس البلدية تأتي بصيغة توصية أو مقترح، وهذه المصطلحين من الناحية القانونية غير ملزمة للسلطة التنفيذية. هني مهم جدا أن أي مقترح أو توصية يرفعها المجلس البلدي
لابد أن يشفع بالدراسات قبل. ليش؟ لأن اليوم أنت عندك على سبيل المثال فكرة معينة، فتحتاج استشفاف رأي الجهات ذات العلاقة. لذلك مكنك القانون مسبقا عبر اللجان المختصة في المجالس البلدية دعوة من ترى هذه اللجان مناسب لحضور اجتماعات قبل جلسة المجلس، فكل جهة تعطي رأيها. كثير من التوصيات أنا أعطيك من واقع تجربة، كنا في السابق كثير من التوصيات ترفع والمقترحات مشفوعة بموافقات ورأي كل الجهات، ولكن ما هو الرد؟ معروفة حالة توافر الميزانية، تم رفع طلبكم للدراسة، فأصبح هذا الرد روتيني. عكس لاحظي عكس يعني أمر سلبي جدا على أداء المجالس. قال لك أنا حين أروح أجتمع مع الجهات وأناديهم وأضيع وقتهم ويصبح المقترح كامل متكامل وبيني نفس الرد. أصبحت أنا على مستوى نحن أغلب المقترحات اللي أصبحت روتينية بس على المجلس إنه يجتمع ويرفع توصيات ومقترحات. ليش؟ من تسبب في خلق هذه الحالة؟ هي الوزارة، وزارة الأشغال وشؤون البلدية. تواصل وزارة الأشغال إحنا ممتاز، ممتاز جدا، ما أقولش ممتاز. ومثل ما ذكرت تواصلنا مع سعادة الوزير ومباشرة مع سعادة الوكيل أحمد الخياط، تواصل دائم يعني تقريبا شبه يومي، ويردون علينا برد يعني متواصل، ما عندهم أي مشكلة مع التواصل ولا في الردود. لكن خلنا نرجع ورا شوي، شو اللي خلاهم يوصلون حق ذا؟ يعني يا جماعة ترى موضوع الميزانية موضوع مهم، موضوع الميزانية هو الشاغر الأول في أي حاجة. مثل ما ذكرت أختي، أنت بتحركين مكان لمكان تحتاج فلوس، فما بالك أنت تتكلم عن يعني مئات الآلاف، وبعضها تتكلم عن يعني تبتدي هم أقل مشروع من عشرات ومئات ورايح فوق ما فوق ما تعزم أحد، فهذه تحتاج فلوس، تحتاج ميزانيات. فوق ذي كلها خلونا الفترة اللي قاعد نمر بها، اللي مر بها العالم كله، مو بس هم بس البحرين، هذه يأثر عليهم، يأثر على الكل، مو قاعد يأثر علينا إحنا، فهذه شكل طبيعي يرد يعني خليك ترجع ورا. يعني إحنا يمكن أنا كنت في الدورة السابقة من 2014 إلى 2018 كنا تعاملنا وياهم جدا ممتاز، مشاريعنا كانت تمشي، ما نقول أول بأول لكننا قاعدة تمشي، ما عندنا أي خلاف معهم. صراحة الدورة هذه حسينا بفرق كبير، حسينا فرق كبير. لا ننسى ان احنا جينا، ممكن اقول حق الاخوان اللي جاوا في ذي الدورة هم محظوظين. ليش الله يسمح؟ احنا دشنا في ديسمبر 2018، موضوع كورونا دش علينا في 19 في فبراير اللي كانت مشكلتهم اول ما ابتدت في الصين وفي ايطاليا، اتجهت البحرين انها تاخذ احترازات محترزات، تم متى اقرت ميزانية 19 و20؟ في شهر 10، فوقفنا احنا بدون ميزانيه، كنا نصرف 1/12 لفتره اقرار الميزانيه، 1/12 هذا اللي كل مره تتجه فيه البحرين، كل وزارات البحرين لانها تقر الميزانيه، وقرت الميزانيه طلع امر من سوون العهد ان ناخذ كل احتياطاتنا عن الفيروس قبل لا يجي، زين، واحنا لليوم نعاني منه، احنا الحين مقبلين على ميزانيه 2021، هذه اللي كل الناس بصراحه 21-22 سوري، كل الناس ترى ممكن أتكلم معاك، هم بس إحنا كمجالس بلدية، كل موظف ولا كل جهة خدمية، كل حتى الأجهزة التنفيذية، كل وزارة خدمتية عندها مشاريع واقفة، عندها مشاريع تبي تنفذها، عندنا مشاريع تبي ترى النور، فإن من هذه الميزانية إن شاء الله أن تتحرك المشاريع اللي كانت عالقة. ضف على ذلك يمكن الأهم منها اللي هي احنا يعني ان شاء الله لنا مطلب ان تزيد ميزانية الصيانة اللي هي تكون ملموسة عند كل شخص وكل مواطن. يعني بعض الصيانة المستمرة هي اهم من ان تقوم بمشروع كبير يكلفك مبلغ وغادرة، هذه الصيانات تشوفها الناس وتحس بها وتكون ملموسة وتسلم حلول جذرية. مثلا على سبيل المثال أماكن تجمع مياه أمطار اللي تحتاج مبالغ بسيطة من 50-60 ألف، هي تشوف الرقم، احنا من كثر تعاملنا وياهم صرنا مثلهم، 50-60 ألف مبلغ بسيط، فأنت إذا تقول حق واحد من الإخوان
ترى مشروعك كان له 50-60 ألف، يقول لك ايش دعوه 50-60 ألف، وهو ما يدري ترى رفس شارع يمكن طوله 50 متر يكلف له فوق 10,000 دولار، وهو يقول لك لا معقوله هكذا. انت اختي بعطيك مثال، تعرفين المرتفع الواحد، المرتفع الواحد كم يكلف الوزاره؟ هذه اللي كل واحد قاعد يقول لك انا الا مرتفع ايش دعوه سويتها هكذا، يكلفهم 470 دينار. هاي الحديقه المائيه طبعا مثل ما تعرفين كان المفروض تخلص في ابريل هسه العام هذه، بس بسبب اسباب كثيره فما راح تكون جاهزه الى مارس يعني شهر السنه القادمه يعني. هاي بالنسبه في ما هم يقولون 82% كذي يعني، بس يعني ان شاء الله يعني يكون نخلص الحديقه المائيه لان شيء مهم، مشروع كبير يعني. في تقاطع الفاروق الله يسلمك، هذه بعد تجميله بعد يكلف تقريبا 860 ألف دينار، فان شاء الله يعني يمكن على راس السنه يمكن يخلصون منه. عندنا احنا دائما نشجعهم ان في بعض الامور ليش ما تطرحون الاستثمار، يعني مثلا اذا انت ما تقدر تطور السوق المركزي ولا سوق سترة ولا الجذع حمص، ليش ما تحاول ان تستدعي مستثمرين اللي يقومون يساعدونك في هالعمليات. نفس الشيء سوق سترة مركزي. عندنا بعض العقارات الموجودة يعني هو مفروض انه مو الحكومة اللي تسويها، بس تطلب المستثمرين هم يقومون بعمليات التجميل ولا التطوير ولا التشجير يعني في هالأشياء. الاهتمام مجلس النواب بالنائب أكثر من المجالس البلدية على صعيد الخدمات احنا نتكلم، فيصبح نوع من الفجوة العميقة ما بين المجالس البلدية وما بين، أنا أتكلم على الأقل على مستوى بعض الدوائر الانتخابية في المحرق، هناك فجوة عميقة. أنا لو أتكلم معك بصراحة، أنا اليوم صار لي أكثر من 10 سنوات أمثل الدائرة الرابعة، ليس لدي أي علاقة عمل مباشرة مع نائب المنطقة. إخوان اللي اشتغلوا في ذيك الفترة إن كان نائب بلدي ولا نائب برلماني كان كوحن يمشي في خط، لأن ليش؟ القانون عارف أنت شنو دورك وأنت شنو دوري، ما تدخل في شغلك. احنا كتجربة عندنا دوائر في الجنوبية مشينا على هذه التجربة وناس يعني عصرته وناجحة 100%، لكن متى صار الله يسلمك التداخل في الواجبات؟ يوم قلت الصلاحيات وصار تهميش في المجالس البلدية، فاضطر العضو البلدي انه يروح حق النائب، تعال اسندني في ذي المشروع ولا تعال وقف وياي في ذي المشروع. اللي أطالب فيه ان النواب يتأكدون في رصد الميزانية المطلوبة حتى يعني الجهاز التنفيذي، لان في النهاية هم اللي يقوم بعملية تنفيذ الميزانيات يحصل على الميزانية المطلوبة. انا ما اقول زيادة بالميزانية، انا اقول في فرق بين زياده بالميزانيه والميزانيه المطلوبه. مطلوبه يعني شنو؟ يعني الادنى، يعني اي الحد الادنى. انا بالنسبه لي مثلا سالتيني بالنسبه للصيانه ابغى نص مليون دينار، ليش؟ لان انا عندي 40 حديقه وماشي وهذه خير ماي، فانا عندي صرفت على هذه صرفت 12 مليون دينار، ما اصرف نص مليون دينار للصيانه. طبعا اذا ما صرفت هالنص مليون معناته انا بدل ما ال 12 مليون اللي استثمرت فيها بدل ما تتم عندي 10 سنوات راح عقب 5 سنوات لازم ارد اعيد استثمار 12 مليون.